بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد انه سلبيات المنتخب انه احنا نحب لا اكثر ولا اقل. اتمنى انه ماكو سلبيات، اتمنى اتجاوز ادفوكات بهاي الفتره العشرين يوم، لانه هو مدرب محترم وعلى مستوى عالي، لكن الوقت قد يكون ما اسعفه. ما اقدر اقول هسه السلبيات لانه ما شايفه تحت قيادته. الايجابيات، ايجابيات دا اشوف الروح المعنويه جدا عاليه، دا اشوف انه مهند استطاع أن يتعاقد مع فريق أعتقد أنه مستوى جدا عالي، ولو قد يكون الدوري اليوناني، لكن الدوري اليوناني مهما يكون أفضل من كل الدوريات العربية، ويمكن أنه في منتصف قائمة الدوريات تطورا. إن شاء الله مباراتنا القادمة تكون مباراة على مستوى عالي. إحنا مساندين المنتخب بعيدا عن كل شيء، هو منتخب العراق أولا وأخيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تأكيد السلبيات، هو اليوم بالمؤتمر الصحفي المدربة فوكات شخصها بقضية التحاق اللاعبين اللي صارت على شكل دفعات، لكن بالمحصلة هي مو سلبية إذا ما قارناها بالتحاق اللاعبين سواء منتخب إيران أو المنتخبات الأخرى، لكن بالمحصلة أن اللاعبين كلهم موجودين في كوريا. أما الإيجابيات فبالتأكيد أن المدرب أول مباراة له راح تكون أما عامل قوة بشكل كبير، عنصر المفاجأة، وهذا اللي نتمناه. منتخبنا أعتقد أنه في أفضل فترة في الوقت الحالي. مباراة منتخبنا الوطني أمام كوريا الجنوبية لا تخلو من الصعوبة، ففيها من الصعوبة شيء كثير من حيث نوعية اللاعبين اللي راح يدخلون لأرضية الملعب. الشيء الإيجابي اللي لمسناه من خلال الفترة الماضية هي الدافع المعنوي لدى المدرب، واللمسات اللي من ناحية رفع اللياقة البدنية، من ناحية الانضباط اللي جاي يحصل داخل معسكر المنتخب الوطني. هذا الشيء اللي فقدناه بالفترة السابقة. أعتقد أن الفترة السابقة كانت فترة مظلمة من ناحية الانضباط، من ناحية حتى تجمع اللاعبين. الشيء الوحيد اللي كان السلبية أنه أيضا أنه تجمع اللاعبين ما كان بالصورة المطلوبة من ناحية أنه محترفين، وأيضا اللاعبين اللي تربطهم عقود اللي لم يوقع لحد الآن، مثل ميمي، مثل جيستن ميرام أيضا. وفترة المضايقات اللي مر بها المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية 24 ساعة اللي فاتت، أيضا مر المنتخب الوطني بفترة مضايقات من قبل الجانب الكوري، لكن أبناء الرافدين، الأسود الرافدين على قد المسؤولية، وبإذن الله تحقيق الفوز والظفر بثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار.